عسلامة مسيو. عسلامة. مرحبا بيك. وبيك سيدي. عايشك، خلينا نتعرف عليك، شنو في حياتك؟ أنا أصلي في دومين ميكانيك. دونك اخترنا باش نحكيو على الغشة في السيارات المستعملة في تونس والغلاء. الغشة عندك السمسارة، هما اللي الأكثرية يغشوا، هما اللي يعرفوا كيفاش يرجلوا الأمور وكيفاش يركحوا الموتور. يبدا كذا فما حاجات معينة يعملوها، ورغم الإلكترونيك ورغم اللي يحطوا الماكينة نتاع اللي باش تطلع لك الديفو وكذا وتتعدى عليهم برشا مساكن تتعدى عليهم. لكن اليوم قاعدين نسمعوا انه تنجم تتعرض للغشه حتى لو كان معاك ميكانسيان. ماشي، ماني قلت لك انا. فما حاجات يعملوها نتاع تمشي بها من هنا لغاديك، خديت كونترات وكذا، خديت فلوس كوب، مشى. اما ينجم يطالب راه. اللي شرى السياره ينجم يطالب، معناها باش يرجعوا له فلوسه وكل شيء بالقانون. عندنا قانون الدفاع على المستهلك. مش دفاع، مش حد دفاع على المستهلك. يشكي نورمال، قضيه نورمال، يرجعوا له فلوسه. انا شريت حاجه معناها مش مطابقه. لكن يقول لك مثلا البايع اليوم يقول لك انا معناها جاب لي ميكانسيان، شافها، قال مريقله، شريتها، معناها بعتها له. عادش بيه برا، بعتها له، موش سومه. إذا كان أنا شريت 15 20 مليون مثل الكلام وهي تعمل معناها تعمل أقل، علاش؟ تبيعها لي بسومها الحقيقي. نحي لي 6 7 ملايين تاع المصروف وما هو مازالش. نقبلوه. مسيو، أنت كميكانيكي كيفاش، شنو الحاجات الصغيرة اللي تنجم تتأكد أنه الكهرباء مثلا فيها خلل هكا؟ ما خصهم تو الإلكترونيك، تو كل شيء بالأباري. نجمش ما يجي يطلعها، كان فهمتي بلا، كان الماكينه تطلعها، ما تنجمش بالسمع كيما قبل وكان وكذا، كان ما عادش. تو جاي كركرها نتاع الالكترونيك، تو بالالكتريك ما عادش، باش يتنحى السوق هذا نتاع البترول فهمتني. خلينا نحكيو على السيارات اللي قاعده تتباع في تونس، بتبيع نحكيو على السيارات المستعمله يعني القديمه، نقولوا عمرها 20 فما فوق. هذيك تلقاها كان شاده روحها ظاهره. كنت عرفها؟ كنت عرفت تبدا مثل كلام ساندرا، مش داهكة، فهمتني؟ موتور يبدا راقد تتحس به، وكهرباء كي تبدا واقفة وكل شيء هي تبيع روحها، كيما العروس كي تراها شبابة وكل شيء راهي تبيع روحها، حتى كان فما حاجة في الميكانيك تتصلح، أما الطولة من برا لا زايد، قلك ما كبر ما طحني في الكبير كانوا مكبوك، أما الكهرباء إذا كان تعبت وسوست راهو زايد. ما فيهاش تصليح؟ ما فيهاش. قلت ما تعاني، ما قالك ما تعاني في الكبير كان مكوبوك. هو مثلا نقولوا الموتور على الاخر عنده ديلي معين، بيان سور الموتور معناها باش يجي وقت ويتبدل. يتبدل، فما اللي يتعاود وفما اللي يتبدل. هوني نورمالمون السوم يتيح مش يطلع. اي هاكا حسب السوق عادي. السوم يتيح صحيح، تبدا كروسه شاده روحها ومسنتره وكل شيء باش تجي تبيع. تي تو الارسانك، تو تلقى كعب ارسانك تلقى 7 8 ملايين ارسانك. هاي. ما 7 8 ملايين وتلقى يعني زاد مشكشكه. ماشي، فما برشا حاجات اخرى مثلا يهبطوا انونس كرهبة هكا للبيع وكل شيء، كل شيء يمشي، كليماتيزور ما يمشيش مثلا، وكيبدا الكليماتيزور ما يمشيش عاده وراه برشا مشاكل اخرى في الكهرباء. الكليماتيزور هو يطيح الموتور. صحيح، هوني اللي ما يفهمش مثلا يقول لك تي الكليماتيزور ما يمشيش، تو من بعد تنشريها، تو من بعد نصلح ولا حاجه، وهي وراها برشا مشاكل الكليماتيزور ما يمشيش. نجم كي ما يمشيش الكليماتيزور فهمني يكون الموتور صحيح. يحتمل مولاهم وقفوا بالعاني، يعرف اللي يهلك الموتور الكليماتيزور ينجم يوقفوا بالعاني. اما انت الموتور جربوا راه، انت تطلع به في الصعده راه تعرف، روح تعرف الموتور قوي ولا لا، فهمني؟ وفما اللي يعمل تاع سبت واحد راه موجود. اما انا حسب فكرتي انه باش تجرب كهرباء يعني ماكش تجربها هوني في احياء يعني هكا كيما حومه ولا حاجه، لازمك تخرج بها. تعملها تيست قبل، تعملها تيست قبل، بعد ما تعمل تيست قبل تخرج بها. دروت معناها. مش وتروت، سعد 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 الوتروت باهي باش تعرف فماش 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 فيبراسيون، فماش عجله معناها ترولي كذا، فهمتني؟ تشوف برشا حاجات تنجم تعمل، تحس في القربيع في الكهرباء، فهمتني؟ برشا حاجات. وباللي راه اللي يسرق يغلب اللي حاه. وفما سياره عجيبه غريبه ديما المبتدئين الكل يبداو يفركسوا عليها، لكن سومها غالي، كليو بومبي. اي كليو، الكليو مدومي عندك سوينغ زاد مصلي على النبي، السوينغ نجحوا 100% هذوك، والكليو بومبي حصل. علاش العباد الكل تحب تاخذ كليو بومبي؟ ما على الرخص، الرفق في البياسات، الرفق في البياسات. القطايع نتاعها رخاص لكن هي ماهيش رخيصة. كليو بومبي معناها قديم عمرها 20 سنة ماهيش رخيصة. ماهيش رخيصة. سمها قد عمرها يعني؟ بياسات رخاص.
فما باخذ كهرباء جديده انت واقل سوء منها هي من البومبي تحكي عليها انت ترى شوف بياساتها اغلى منها هي فهمت ناس تلوش غدوه كي تضرب له ولا تهلك له كيفاش يعمل مساكن برشا كراها برام لوحين ما عندهمش باش يقاوموا تاع تولي نتاع 15 مليون و20 مليون بياسات بركه فهمتني هذا اذا لطف بها ربي ومصروف الكهرباء بتبيعها في التصليح فما خويا فما فيها فما مصروف والتصليح فما الغش زاد في التصليح وفما تبديل بياسات وين نمشي وتلقاو الغش الغش خويا اش نقول لك الواحد الفكره اللي نعطيها لك انا كربيراتور مثال كلام تشوف النمر نتاعها تقيدوا الكيلاس تقيدوا كل شيء بالنمر كل شيء بالريفيرونس تقيد امورك كلها ما تخاف من حد شيء ما تخافش من يبدل لك ولا حد شيء ينجم حتى موتور كامل يبدل فما موجود هكا وهكا موجود موتور كي يبدا مبدل جديد ياثر على الكهرباء ولا ما ياثرش على الكهرباء على شيء كانش يبدا فور عليها معناها اقوى منها ياثر على الكهرباء يهلكها ينجم يقطع لها برشا حاجات ينجم يهلك برشا حاجات بيبان مع السكر مليح خاطر فور تقوى عليها علاش تونس من اكثر دول غاليه في شراء سياره احنا كل شيء غالي خاصه انه في الوقت الحالي هدايا معناها ضروريه ولات كل شيء غالي خاطر يحكموا في السوق هم يحكموا في السوق كانوا يسيبونا مواطنين بالخارج كيما علاش 10 سنين معناها ثلاثة يبيع ثلاثة كراهب صاير 60 سنة 90 سنة 10 30 سنة ثلاثة كراهب 30 سنة وعمره 30 60 صاير يبلع علاش؟ ينقصوا العباد خلي تدخل الكراهب نربحوا الديفيز نربحوا برشا حاجات أما اللي شادين السوق اللي شادين والسمسارة راهي هي هما اللي تي تو نحن نشريو كراهب مثال كلام تنبيعوها اغلى من اللي صنعها بخمسه مرات وخمس وسته مرات اللي صنعها اللي يجيبها يسخر روحه هو اللي صنعها مسكين ابتكرها وتعب عليها الناس لقات فلوس معناها من باب ربي مش لوجيك مسيو حتى تعرف انك تاخذ سياره بسوم يعني نقولوا خديتها 20 سنه لتالي ب 10 ملايين تبيعها توا معناها ب 20 مليون ما عرفتش علاش تبيعها توا ب 20 مليون علاش خاطر الكهرباء 100 مليون توا ب 90 مليون حتى شيء وليو 10 و 15 مليون 20 مليون حتى شيء قدام لك ما تنساش اللي هي عمرها 20 سنه يعني ولو مش هكاك ما القيمه في الحاجه راه يعني كذهب كذهب يرحم والديك كذهب يرحم بوك كلمة حلوة اليوم أكثر سيارات ناجحين بالنسبة ليك في تونس جدد اللي نجحوا والله عندك قبل ليلينا والارسانك فهمتني السونسيس ودو سونسانك تلقاها توا سونسيس ودو سونسانك نسيتها نصلي عني باش تعرض فهمتني والكليو تحكي عليها أنت الأولى والثانية والثالثة ولا بس يعطيك الصحة يا مسيو بربي في كلمة ختام تقدم نصيحة للعبيد المقبلين على شراء سيارة والله شو نقول لك ديما تثبت ثبت ثبت مرتين وثلاثة وأربعة وإن شاء الله تسلك خاطر ديما الغشة وخاصة نمر شاسي نمر شاسي خاصة فما برشا لاعب فيه السلام عليكم يعطيك الصحة